Bayağı grip olmuş. Dur be, dur be. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Cuma geceniz mübarek olsun. Bayram özendi Asarlı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam da Yasin-i Şerif'i tilavet edeceğiz inşallah. Beni dinleyen, izleyen arkadaşlardan şimdiden Allahu Teala razı olsun diyorum arkadaşlar. Evet. Bayağı arkadaş var. 81 kişi var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَسَبَّحْ عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا داركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قلته للجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعضهم من السماء وما كنا منزلين
إن كانت العصاية واحدة فإذا هم عميدون يا حسرة على العباد ما يعدي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا مهدر آيات الله من الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض فمن أنفسهم ومما لا يعلمون فآيات الله من الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فالقمر قدرناه منازل حتى ذاك نرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل فكل بفلك يسبحون فآيات له من أهمل ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تعلم من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنذم من لم يشأ الله ودمه إن أنتم إلا بدلال مبين فيقولون متى ذا الوعد إن كنتم صادقين ما يزرون إلا سعية واحدة تأخذهم وهم يعصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون فنفيها في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا زاما فأتى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت العصاية واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون مزاجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولو ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتاز اليوم أيها المجرمون لما وعدناكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون نزلها اليوم بما كنتم تكفرون
فاليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أمره نكسه بالخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها من منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون فلا يصدق قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عاصم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإنسان وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يهلك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ياسين Türkçe hatim duasını edeceğiz arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Bütün salatü selamlar, rahmet ve selamet iler sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beytine ve bütün ashab-ı kiramının üzerine olması için huzur-u izzetinde niyaz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ey yüce Rabbimiz, bizden yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul buyur. Çünkü sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Ey yüce Rabbimiz, bütün günah ve hatalarımızdan tövbe ediyoruz. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Muhakkak ki sen çok merhametlisin. Tövbeleri acıyarak kabul edensin. Bizim de niyazımızı ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey ikram edenlerin en keremlisi, ikramınla, ihsanınla günahlarımızı bize bağışla. Kur'an'ı dünyada bize yoldaş, ahirette nur eyle ya Rabbi. Allah'ım, Kur'an'ın her harfine karşılık bize bir halavat, her kelimesine bir keramet, her ayetine bir saadet, her suresine bir selamet ver ya Rabbi. Ey yüce Allah'ım, okuduğumuz 60 şerifi ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettik. İkram eyle ya Rabbi. Yüce peygamberimizin evlatlarının, zevcelerinin, ashabının ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ey yüce Rabbimiz, okumuş olduğumuz Kur'an'ın sevabını
bütün ölmüşlerimizin ve babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, meşayımızın, üstadlarımızın üzerimizde hakkı bulunan erkek ve kadın bütün Müslüman din kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Şu anda ulaştır ya Rabbi. Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve ey bütün duaları kabul bulan Allah'ım. Merhametinle dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, dualarımızı makbul eyle. Ey şu anda yoğun bakımda olan Cevdet Günay abimizin sağlığına kavuştur ya Rabbi. Ona acil şifa ihsan eyle ya Rabbi inşallah. Amin amin bi hürmeti Taha ve Yasin velhamdülillahi rabbil alemin. Duamızın kabulü için, evimizin bereketi için, bir umum geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.